كويز. كويز في الرف ماقع المبشرون بالجنة في رمضان والصحابة وكل. ما في مبشرون بالكورة. أحسن لاعب تونسي توا. هذا كويز. في البطولة ولا في العالم؟ تونسي تونسي وان جنرال. يظهر لي واضح وهبي الخزر. أحسن لاعب تونسي في التاريخ. نفاجئك. صادق ساسي عطوق. اللي لعبوا ضده الكل ويقعد إشاك كبير بالنسبة لي أنه ما لعبش كأس العالم 78 لكن كان جارديان إكسيبسيونيل إكسيبسيونيل. لاعب تونسي تشوفه قادر ينجح في الاحتراف. فراس شوات. أقرب لاعب ليك شخصيا أنا. لا ما نقولش عليه. عليه ما نقولش عاخد كمش نقول لك باش نولي كي نحكي عليه ناريخ باش يقولوا لي هذا ماهوش موضوعي في تحليله دونك ما صعبك مراد ما نقول عليك. اقرب شخصيه رياضيه. اقرب شخصيه رياضيه ليا ما باش نقول ناس اللي مشيت ما عادش موجوده على الساحه. باه انا مثلا نحكي معز دريس صديقي برشا. احسن مدرب تونسي في التاريخ ولا توا؟ توا. الإجابة سهلة كان باش نقول لك معين شعباني لكن باش نفاجئك نقول لك منصر لوحيشي. أحسن ماتش علقت عليه. سيدي أحسن ماتش علقت عليه كان نهائي الألعاب الأولمبية عام 2000 بين الكامرون والبرازيل. قايل فريق تاع البرازيل كان رونالدينيو. وقتها كان الجولدن جول الهدف الذهبي. الكامرون تكمل الحصص الإضافية ب10 ملاعبية الماتش شوفه 1-1. في وسط الحصص الإضافية الكامرون تاخذ ورقة حمراء أخرى دونك الحصص الإضافية البرازيل تلعب 11-9 وموديست مبامي اللاعب الكامروني يسجل الهدف الذهبي والكامرون تفوز بالميدالية الذهبية في العاب أستراليا. هذيك أقوى مباراة قعدت لي في مخي. حاجة فيك ما تعجبكش؟ حتى الشهر التالي كان الجورمانديز كنت ناكل عندي برشا عندي كيلوات زايدين مازالوا موجودين اما عملنا خطة تصليح ان شاء الله تكون اصلح من المشاريع. حاجة تحلمت منها صغيرة عوضتها توا. والله والحمد لله ما تحرمت من شيء. الحاجة اللي محروم منها توا شوية اللي انا ماهوش معايا في نفس البلاد هي وجود بناتي معايا وهذيك حاجة صعيبة الكل اب نتصور اللي ولاد ولا بناته معايا يسكروا عندي زوج بنات ماهمش معايا كل وقت. وهذيك أحسن لاعب في العالم توا. شو نقول لك ميسي. نجم نقول ميسي على السيزون العام. أحسن مدرب في العالم. أحسن مدرب في العالم مالغري تو زين زيدان. القدوة متاعك. القدوة متاعي والله هذا سؤال لا برشا ما سمعتوش. جدي الله يرحمه. الله يرحمه. في حق شكون غلطت مراد؟ فما ناس غلطت في حقهم مش برشا سلا ديما نتصورش روحي ظلمت برشا ناس. بتاتر في حق اصدقاء الطفوله لانه البعد الجغرافي والخدمه بعدتني على ناس كانوا معايا كنا صغار وفي اقوى سؤال تسالك في انترفيو. والله هذا من اقوى السؤالات في حق شكون غلط هذا كان من 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 اقوى السؤالات. لا سؤالات وقتها بلوتو على تونس معنا اللي خارج من الاطار الرياضي البحت شنو تتمنى لتونس وكل الامور هذيك. اخر سؤال انت جاي خرمت قلت صعب شنو يسالني ولا استنست؟ لا استنست وانت عاد عندي علاقه بيك دونك قلت نعرف اسلام ما كانت الظروف برشا اسئله ماهوش باش يزرق لي ياسر برشا اسئله سيدي انا لازمتك تحب نعاوده لازمنا برشا حساس لا برشا حساس فما ناس عندها ما تقول